يقول أثناء أدائي للعمرة بعد انتهائي من الطواف وفي نهاية السعي تعبت واتجهت للسكن ولم أحلق ولم أقصر بسبب التعب، ماذا علي؟ ما عليك شيء، يجوز تأخير التقصير والحلق إلى أنك تستريح ويروح التعب ثم تقصر أو تحلق، ما في مانع، بس تبقي عليك ملابس الإحرام، تبقيها عليك إلى أن تحلق أو تقصر، ولا مانع أنك تستريح أو حتى تنام لما تأخذ راحك، ما في مانع، بس تبقي عليك ملابس الإحرام لأن العمرة ما تمت إلى الآن. نعم.